معلش نفهم وجهة نظر حضرتك، أنا بتابعك على فكرة في الاستوديو التحليلي، بس معانا برضو عايزة أعرف وجهة نظرك فيما يختص بأداء الأهلي تحديدا في المباراة الأخيرة، وهل كده حتى لو مش هنخش في فنيات كتيرة، هل كده في أمور مبشرة القادم يكون أفضل وتدارك كمان فيه للأخطاء؟ مش عايزين نروح حته مبشره او مش مبشره، لان الفتره دي فتره مش سهله، فتره صعبه، بالذات لما بتوصل لاعلى حاجه للقمه في الاداء وفي البطولات، واصعب حاجه ان المدير الفني او ان الاداره تجدد الدوافع عند الفريق. فريق خارج حاز على بطوله افريقيا، دخل ماتشات كتير، لعب كاس عالم انديه، ف بيلعب في مستوى مختلف انا بيلعب فيه دلوقتي. فان احنا نرجع تاني تودي للعيب او تدي للعيب دافع انه يلعب تاني على بطوله تانيه، في بطوله جديده، في بطوله كاس سوبر كمان شهر. فالجيل ده برده مظلوم في حاجات، ان الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا جوه الماتشات داخل المباراه. الدور ده ما بيقدرش يديه المدرب، بمعنى ان في وقت من الاوقات اللعيبه بعد بيحصلها حاله تشبع. هو البطولات مش كتير قوي عشان يحصل تشبع في الفتره صغيره، لان احنا كنا قعدنا فتره طويله في توقف كبير، ولكن برضو الجيل ده صعب، يعني عنده صعوبه شويه في ان الجيل اللي فات كان طول الوقت الجمهور وراه في الملعب بيسانده بيدعمه، فدي برضو نقطه يعني شويه فيها صعوبه على الجيل ده. ولكن مش عايزين نروح لحته ان هو في مشكله كبيره، لكن لا طبعا اداء مش احسن حاجه، ولكن مهم ان احنا ان الحاجات دي بانت دلوقتي، ما بانتش في مباريات مؤثره. اعتقد المباراه دي ممكن يبقى فيها تفويقه شويه، لان اللعيبه تحاول ترجع لتركيزها تاني. النقطه كويسه دي فعلا ان هي تظهر دلوقتي، فده كويس دلوقتي، ده كويس جدا وده عادي جدا، لان البطوله اللي فاتت برده جالنا جيف في وقت كده الفريق حصل له دروب شويه، وده كل الفرق العالم بتعدي بكده، كل الفرق الكبيره بتعدي بده. في ناس كتير يعني وقفت عند فكره ان يعني حضرتك بتقول ان كويس انها حصلت دلوقتي مش في وقت لاحق، في ناس عندها يعني تحفظات على انها حصلت اصلا، يعني تحديدا بعد حصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، كتير جدا من الناس كانت معتقده ان احنا هنخوض المنافسات الافريقيه واحنا سايبين ايدينا. لا احنا عملنا الاصعب، فدي وجهه نظر خاطئه. يعني طبعا المفروض ان لكل مقام مقال في كل حاجه في الدنيا. بص شوف ناخد مثال بالفرق الكبيره اللي في اوروبا، زي مثلا ليفربول او ريال مدريد او برشلونه، الفرق او السيتي مان سيتي، الفرق دي بتوصل برده للتوب فورم بتاعها، بس هو الفرق بيننا وبينهم ان هم بياخدوا وقت اطول. هو ممكن ياخد سنتين يلعب في التوب فورم بتاعته سنتين، ويعني فتره اطول مننا شويه. احنا الامور يعني ده طبيعي جدا، ليفربول عدى بده، وان ليفربول دلوقتي السادس او سابع الدوري الانجليزي، بيعدي بده حاليا فعلا، كان بطل اوروبا الموسم اللي قبل اللي فات. الموسم اللي فات جاله دروب شويه، مع ان هم نفس اللعيبه، ولكن الامور صعبه انك تفضل محافظ على نفس الاهداف بتاعتك ونفس الاداء بتاعك فتره طويله. فعندنا في الدول العربيه او الدول الافريقيه العقليه مختلفه شويه، بتحافظ على الفورمه بتاعتك، ولكن بتيجي في وقت غصب عنك، دي سنه الحياه، هو ده طبيعي. فاللي احنا اللي موجود ده شيء طبيعي، ولكن انك تتعامل معاه ازاي هو المشكله، انه يحصل، لان المشكله انك تتعامل معاه ازاي. انت دلوقتي لازم يبقى في دوافع جديده، لازم يكون في لعيب دم جديد من اللعيبه تدخل تديك مردود احسن. ده ما يقللش من اللعيبه اللي كانت موجوده اللي كانت بتلعب فتره فاتت، ولكن هي ممكن يكون حصله تشبع، ودي حاجه طبيعيه. هو احنا ربنا خلقنا كده، بتوصل للتوب فورم فطبيعي مش تقدر تحافظ عليه فتره طويله، بتنزل تاني عشان تعمل استعاده الشفه بتاعتك، وبعد كده تطلع تاني. استعاده الشفه دي ممكن اشتغل بيها ازاي؟ بالتدوير، ان انا في لعيبه جديد تدخل تديك مردود مختلف، ان هو عايز يبدا يدخل في السباق تاني مع اللعيب اللي بيلعب، ما يبقاش اللعيب هو طول الوقت هو بيلعب وانا بحاول اجدد له الدوافع، الامور تبقى صعبه شويه، لازم ابعده شويه عشان يبقى فيه اشتياق شويه لان هو عايز يرجع تاني. وانا شايف ان النادي الاهلي عنده فريق كامل، يقدر اي حد تحط اي حد موجود في الملعب، تبقى موجود في الملعب يقدر يؤدي بشكل كويس. فهي دي نقطه مهمه لازم كلنا بنتفرج عليها بمنظور الجمهور، وده طبيعي ان النادي الاهلي هو اتحط في المكانه دي. مش هتعرف لو بتلعب طبعا شطرنج، لا انت عايز تكسب طبعا، بس وعايز تأدي كويس كمان. طب